العودة إلى الإغلاق على التاسعة فوق طاولة اللجنة العالمية بسبب أوميكرون. كشف مصدر بوزارة الصحة ل24 ساعة أن قرار العودة إلى الحظر الشامل على الساعة 9 ليلا مطروح فوق طاولة اللجنة العالمية التابعة للوزارة المذكورة. أوضح المصدر أن طرح الأمر يأتي بعد التطورات الأخيرة وظهور متحور أشد فتكا يدعى أوميكرون، قد يدفع إلى اتخاذ قرار العودة إلى ما كان عليه الأمر سابقا. وكانت السلطات المغربية قد أعلنت أنه تقرر تعليق جميع الرحلات المباشرة للمسافرين في اتجاه المملكة المغربية ابتداء من يوم الاثنين 29 نوفمبر على الساعة 11 ليلا و59 دقيقة.